حافظ دراجي دخلنا عليك بالله واش ما حشمتيش تعير مغربيه كل على ديك الهضره رجوله زعما هذا الاسلوب ديال واحد ضعيف هشيش ما فيه الدوش وكنتي كتبان لينا كبيره صاحبي انا ملي كنت صغير وكنسمعك في التلفزه الجزائريه فرحان بك كنقول واو انت بوطاجين الله يذكره بالخير وبزاف ديال الدراري ديال التلفزه الجزائريه اللي كنا كنشوفوهم وكنقولوا زعما هادو هما اللي العقل وهادوك الاخرين الله يعمر ليهم الدار ولكن انت صاحبي شو وقع لك واش كتكالي شي حاجه من غير الشمه ولا كدير الشمه في شي بلاصه اخرى من غير فمك وصاحبي غير دير عقلك انت بعدا المفروض كتمثل واحد المنبر كبير ما تحاولش يا صاحبي دير عقلك دير عقلك دير عقلك وانت قبيله زعما كان ممكن تبكي كان ممكن تندم كان ممكن تلطم ولكن انت كتهضر بحال كتعاطى مع المغاربه كتهضر بحال باغي تستفز المغاربه الله يهديك شوف حنا تقصينا ربحنا ما ربحناش هانيه بيس ثلاث ايام القجع ارحال ثلاث ايام واحد ارحال ونعاودوا عاوتاني نقروا مع بعضياتنا وهانيه صاحبي والله يهديك وانت مول العقل كبر كبر في عقلك شويه صاحبي كبر في عقلك شويه تنظم حالنا شد فينا نشدو فيك ولكن انت معصب بحال شي العود ديال الزيتون ملي كينشف اصاحبي راه غتجيبها غير فراسك عاد شويه عليك اصاحبي يرحم باباك حافظ الدراجي متعرفش تسب المغربيات والمغاربه حدك تما حدك تم حافظ الدراجي الله يهديك دير عقلك ودير عقلك هون عليك راه والله الا غا الكره هذه راه قالت بوم انت تعرف حسن تبون هذه كره القدم خلي عليك المروك شويه الله يرحم الوالدين الشبان قشبو شوف داك الشيء ديال شد فيا نشد فيك عصر عليا نعصر عليك بنان من هنا زويته من هنا شويه ديال بطاطا من هنا شد فينا انت ما كاين حتى شي مشكل عطى الله فين شد فينا ولكن بقى فوا شويه ديال الحدود الله يرضى عليك ديك الوقاحه راه ديال قله الترابي راه ديال قله الترابي ما غنجاوبوكش بلا بنفس المستوى قولك غير ترجل صافي والشمه تعلم ديرها هنا ولا هنا ما ديرهاش في بلاصه اخرى صافي حيت كتحرق تهلا في راحتك تهلا في روحك هيا يرحم بابك في الامان هذه رساله للمسؤولين على قنوات بي ان سبورت السيد الخليفي عار عليكم ان تحافظوا على صحفي يقل ادبه على شعبي باكمله وعار عليكم أن تسمحوا لصحفي بأن يقول في تعليقه بأن الكرة ضربها الهواء حافظ الدراجي قليل الأدب وليس مهنيا بالمرة وأظن بأنه وجب التدخل لأجل وقف هذه المهزلة ضربة جزاء نفذها اللاعب بطريقة رائعة ضربة الجزاء المنفذة بطريقة رائعة تسجل الكرة لا يضربها الهواء يمكن أن يحول مسارها ولكن لا يضربها الهواء تضرب في الأرض وتخرج أو تضرب في الهواء وتخرج ماذا يستهلك هذا الرجل؟ أنا أطلب من سيد الخليفي أخذ الإجراءات اللازمة وهذا أمر مستعجل وإلا فإن كل الشعب المغربي سيكون ضدكم وستقطع القنوات.